تحت الرعاية السامية لرئيس المجلس العسكري الانتقالي، أقام اتحاد الصحفيين التشاديين بالتعاون مع الفيدرالية الإفريقية للصحفيين مؤتمر اتحاد نقابات صحفي وسط إفريقيا تحت عنوان الإعلام والسلام والأمن في دول الوسط، التي ضمت الكاميرون والكونغو والغابون وإفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية وغينيا الاستوائية والغابون والتشاد. العديد من الكلمات ألقيت بهذه المناسبة أولها لرئيس الاتحاد الصحفيين التشاديين، الذي أكد دور وأهمية الصحافة في دول وسط إفريقيا. يشير شعار هذا المؤتمر الإعلام والسلام والأمن في دول وسط إفريقيا، فإن هذه المنطقة في سعي دائم من أجل السلام، الشرط اللازم من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوبنا، ولذا أدعو الإعلاميين للعمل من أجل نشر السلام والعيش المشترك والتعايش السلمي والوئام الاجتماعي. بدوره رئيس الفيدرالية الإفريقية للصحفيين الصادق الرزيقي، أكد على الدور المحوري الذي تلعبه تشاد في إفريقيا المركزية عموما، لأن تشاد تمثل وسطية إفريقية، تمثل ملتقى الآمال والتطلعات والتاريخ والجغرافيا في إفريقيا. من جانبه الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين السيد أنتوني بلانشير أشار إلى أن التحديات التي تواجه الصحافة وبعض الانتهاكات التي يتعرضون لها خلال تأدية عملهم المهني والمساءلات القانونية والاعتقالات التعسفية في العالم. رئيس السلطة العليا للإعلام السمع البصري هما السيد ديدوني بن جونباي قال إن الإعلام يساهم في جهود الحكومة نحو التوعية وتعزيز السلام والتعايش السلمي، وأن محيطنا الإقليمي يتطلب إعلاما حرا وفاعلا لضمان أمن وسلامة الجميع نحو أسس ديمقراطية تحافظ للدفاع عن مكتسبات الأوطان. وفي كلمته الافتتاحية، وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي مثل رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية السيد عبد الرحمن غلام الله، قال إن اختيار بلادنا لهذا المؤتمر لهو شرف لمهنيين الإعلاميين ودورهم في مصاحبة الحوار المرتقب لرفع التحديات من أجل بناء الوطن، وأن التعاون بين المجموعة الاقتصادية والنقدية يلعب دورا نحو السلام والعيش المشترك. وأكد الوزير أن الحكومة تولي اهتماما لكل الصحفيين والعمل لتذليل العقبات أمام شعوب المنطقة والمساهمة في بناء الأوطان والتعايش المشترك ونبذ العنف والكراهية لضمان إعلام آمن وفاعل.